فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول إن زوجها يطلب منها أن تزيل شعر الحاجبين ويصر عليها في ذلك، فما الواجب عليها؟ لا تطيعها، يجب عليها أن تعصيها، هذا عاصي والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا يأمرها بإزالة حاجبيها، هذه جناية والعياذ بالله، هذا ما هو رجال هذا. نعم. ثم تقول حفظك الله، تقول وما نصيحتكم لبعض الأزواج الذين فتنوا بالنظر إلى النساء بالشاشات ثم يرغبون أن تكون زوجاتهم على هيئات تلك النسوة؟ لا يطيع، لا تطيعه، لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى أهل الزوج أن يتوب إلى الله وأن يكف بصره عن النظر في الشاشات الفاتنة والمناظر السيئة، محاسب أمام الله سبحانه وتعالى، سيكون يوم من أيامه لا فرار له من الله عز وجل، عليه يتوب إلى الله ويترك هذه الأمور. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.